كيف هي؟ هاي المي نازلة، وهي مي من مياه فكتوري، من ينابيع فكتوري. هاي إحدى ينابيع فكتوري. من هاي المي كانوا يشربوا بساتين، يشربوا أراضي، ويشربوا مي من بلد. كان في مي اللي هنا تتفتت عن طريق مطور، يتوصل لحول بفكتوري، والحول يمثل مي للعين. والناس تشرب والدواء تشرب، والحياة كانت شيء أساسي. المي هاي اللي احنا شايفينها. كل الناس انه فصوريا هي قرية عربية.